أشهد أن لا إله إلا الله. رمضان في كل بلد عربي عنده النكهة ديالو الخاصة، عادات وتقاليد مازال العديد ما تخلوش عليها. احنا حبينا في هذا رمضان نقطفو لكم بعض العادات والأجواء الرمضانية اللي تعيشها شعوب البلدان العربية والمسلمة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج الرمضاني. في قناة البلاد عودناكم دائما تضيفوا ضيوف ونحاوروهم ونتهلاو فيهم، لكن هذه المرة احنا راح نكونوا ضيوف لدى سفارة دولة عربية شعبها قريب بزاف من شعبنا، علاقات متميزة بالإضافة إلى تاريخ نضالي المشترك. ونزيد لكم حاجة واحدة أخرى، ما كاش منا جزائري وما كاش منا وما كاش جزائري ما تبعش أفلامهم ومسلسلاتهم، من بينها فوازير في شهر رمضان ومسلسل رأفة الهجان المعروف والمشهور. أكيد عرفتوا البلد اللي رانا ضيوف عندهم، هي أم الدنيا. ابقوا معنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم. الله يخليك. السلام. أهلا، شكرا بيكي. على هذه الاستضافة، استضافة قناة البلاد لديكم. أهلا وسهلا، شرفتينا. شكرا. تفضلي. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام راكم عرفتوا البلد اللي رانا ضيوف عندهم، هي أم الدنيا كما قلت لكم، جمهورية مصر العربية. وإحنا رانا ضيوف عند حرم سفارة أو حرم سفير الجمهورية مصر العربية هنا في الجزائر. شكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا بيك، وبرحب بيك في بيت مصر أم الدنيا على أرض الجزائر الشقيق. أهلا وسهلا. شكرا، الله يخليك. احنا كجزائريين عندنا فضول نتعرف على عادات وتقاليد الشعب المصري في شهر رمضان الفضيل، يعني حدثينا عن العادات وتقاليد الشعب المصري. اولا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وتنعاد عليكم الايام بكل الخير. رمضان كريم على مصر وعلى الجزائر وكل الشعوب العربيه والاسلاميه ان شاء الله. بتختلف طبعا العادات والتقاليد من بلد لبلد، لكن مصر بيميزها يعني رمضان مجرد قدومه احتفالات تزيين الشوارع، الاستعدادات بالفوانيس وإضاءة الشوارع، الحارات، المحلات، تنظيف البيوت. طبعا ستات البيوت بتقوم بمجهود رائع في الموضوع ده، حاجات كتير يعني نقدر نقول منها. على سبيل المثال الأطفال بتبتدي تستعد بنزول شراء الفوانيس. الفوانيس هي رمز للشعب المصري في شهر رمضان، يعني لما نشوفوا فوانيس نعرفوا نشوفوا شهر رمضان. بالضبط، الفانوس مرتبط ارتباط وثيق جدا بشهر رمضان. بمجرد يعني الاستعدادات لي دي على طول الأطفال بتنزل، يعني بيرجعني ده يمكن لذكريات الطفولة. الواحد كان أول ما بيهل علينا شهر الكريم كان الوالد الله رحمة الله عليه كان بياخدنا كأسرة وننزل نشتري فوانيس، كل واحد بينقي الحاجة اللي على ذوقه يعني. ففانوس فعلا من الحاجات المميزة بيها شهر رمضان. والفوانيس يعني فوانيس عندها خلفية تاريخية، أو يعني كيفاش حتى ارتبطت الفوانيس بشهر رمضان في مصر؟ الفوانيس دخلت مصر مع العصر الفاطمي، وهي يعني في حكايتين وأكثر منهم، واحدة إلى الصواب اللي هي كان خروج الخليفة الفاطمي، كان بيخرج ليطمن على أحوال الرعية بالليل وبيشوف حال البلد، فكان بيخرج معاه الأطفال بفوانيس لإضاءة الطريق. فمن يوم وكان ده بيساوي تقريبا في نفس التوقيت شهر رمضان، فمن وقتها اقترنت الفوانيس بشهر رمضان. مقولة تانية بتقول انه كان المسحراتي، وطبعا برضو المسحراتي من الحاجات المميز بيها شهر رمضان، كان بيخرج لي ينده على الجيران والاصدقاء في كل واحد باسمه، فكان بيخرج معاه اطفال صغيرين بيدقوا له الشارع، لان طبعا بيخرج بالليل فكان بيخرجوا بيدقوا له الشوارع، فهي برضو اقترنت بيها الفوانيس، ومن وقتها الفانوس بقى حاجه مميزه في مصر.
تكلمتم الآن على المسحراتي، المسحراتي ما زال يعني موجود في وقتنا الحالي في مصر؟ في طبعا مع تغير العصر اللي احنا بنعيشه في أماكن كتير اختلفت فيها طبعا حكاية المسحراتي، لكن ما زالت الأحياء القديمة والأماكن الشعبية اللي بتحسي وبتشمي فيها ريحة العبق التاريخ ورمضان لسه ما زال فيها المسحراتي. مسحراتي كمان من الحاجات المميز بيها انه بينده على كل واحد باسمه، وخصوصا البنات الصغيرين، يعني كل واحد كل باسم شخص في هذه المدينة أو في الحي، في الحي أو الحي؟ الشارع أو الحارة اللي هو ساكن فيها، فبيخرج ينده على كل واحد باسمه، وخاصة يعني يمكن فيه كانت مقولة في كتب التاريخ انه بينده على البنات الصغيرين اللي هم قبل سن الزواج. والتحضيرات يعني تكلمتم الآن العائلات المصرية والنسوة خاصة أنه يقوموا بتنظيف البيوت، هي نفسها عادات تقريبا العائلات الجزائرية هنا بالضبط، بيبقى عارفة قبلها فترة بيبقى فيه تنظيف، استعداد كمية أكل بتتوضب وتترتب وتحط في الفريزر، لاستعداد طبعا العزايم، لأن رمضان يعني شهر اللمة، إحنا بنقول عليه في مصر شهر اللمة، تلاقي العائلات الأصدقاء بيبقى فيه باستمرار عزايم شبه يومي، تبادل الزيارات مع الأهل والأصدقاء، فطبعا بيبقى فيه استعداد تاني يعني بالنسبة للموضوع الأطعمة والحاجات المختلفة اللي بتميز بها شهر رمضان. وهنا في الجزائر يعني تكلمتم على رمضان في السنة الماضية، كيف عشتوا الجو هنا في رمضان هنا في الإقامة؟ يعني هل في إفطار جماعي مع عائلات مصرية هنا في الجزائر ولا؟ الحمد لله طبعا انا هنا في جاليه كبيره، في الجاليه المصريه موجوده في الجزائر، مقيمه في الجزائر، وكان باستمرار في زيارات وفي استضافه ليهم من وقت للتاني في شهر رمضان، والنهارده برضو اعضاء السفاره ومشرفينا النهارده اللي احب اقدمهم الاستاذه نجلاء مدير وكاله مكتب انباء الشرق الاوسط هنا في الجزائر، شرفانا النهارده الأستاذة سارة كمال سكرتير ثالث السفارة المصرية، ولسه يعني واصلة من كم شهر لسه، فإن شاء الله ده هيكون لها أول رمضان معانا بإذن الله. مقاعدة جزائرية مصرية. يعني لحقنا إلى الجانب المأكولات، المصريين معروفين ومشهورين بأكلات خاصة يعني في شهر حضرها العائلات النسوة المصرية في شهر رمضان، يعني أهم الأطباق رمضان بيبقى يعني في أكل كتير. يعني بيتسم بالكرم والحفاوة الضيافة، فبيبقى في حاجات كتير، وأكتر حاجة بتميز رمضان الحلويات، يعني عندنا حلويات تالي يمكن مميزة في الشهر الفضيل، الكنافة والقطايف، وطبعا دي حاجات الأساسية، ويمكن لأن الواحد برضو بيبقى بعد يوم صيام طويل بيشتاق أكتر للحاجات الحلوة اللي بيعوض بيها فترة الصيام. برضو عندنا الخشاف، معرفش يمكن ده منقوع، اللي هو التمر مع الفواكه المجففة، تين والقراصية، فدي برضو من الحاجات اللي بيميز بيها السفرة المصرية. احنا تاني عدنا القطايف، بصح القطايف ما لباليش ده نفس القطايف الجزائرية المصرية. هفرجك دلوقتي في المطبخ على القطايف المصرية، هي مختلفة عن القطايف الجزائرية. عندكم القطايف هي الكنافة، احنا القطايف حاجه والكنافه حاجه، عشان نعرف ده الكنافه هي قطايف ولا هنشوف دلوقتي هتفرجك عليها، هي حاجه تانية، نوع من المعجنات بتبقى محشيه بالمكسرات ومسقيه بالشربات، فدي بتتميز بيها سفره رمضان. اذا مشاهدنا الكرام لحقنا الى اهم نقطه ومحور اللي راكم تسمعوا فيه، وتعاونوا لتتعرفوا على اطباق وماكولات خاصه بالشعب المصري في شهر رمضان. راح نتجه الان الى المطبخ ونقوم بتحضير بعض هذه الاطباق. اذا مشاهدنا الكرام رانا في المطبخ باش نحضروا طبقين خاص بالشعب المصري في شهر رمضان. الطبق الاول الملوخية المصرية، وطبعا ده معروف مشهور بالمائدة الرمضانية والمائدة المصرية عموما. يعني الملوخية المصرية مختلفة تماما عن الملوخية تاع الشرق، شرق الجزائري تاعنا، وانا يعني طلبتها خصيصا هذه الملوخية لاني حبيت نذوق الملوخية المصرية. المكونات تاعها، المكونات عندنا ملوخية، هذه ملوخية قبل التحضير،
بالظبط، هي مجمدة لأن للأسف هي مش موجودة طبعا هنا، فإحنا بنجيبها من مصر مجمدة. هي عبارة عن ماذا الملوخية؟ هي نوع من الخضرة زي السبانخ والبقدونس. سبانخ هو السلق. احنا بناخد الورق بتاعها وبيتفرم كويس بيبقى بالمنظر ده، وطبعا لأنه مش موجود فإحنا بنجيبها من مصر. يعني جزائرية حابة تحضر الملوخية ما عليها غير تطلب هذه الملوخية سبيسيال جهة من مصر. أهلا وسهلا توت. فمعنا هنا الملوخية بنجيبها بالمنظر ده أكياس، وبنفتحها بناخد الكمية اللي موجودة فيها معنا. بعد تقوموا بتجميدها ولا تخلوها؟ لا، هي بتيجي مجمدة وإحنا بنفكها زي ما أنت شايفة كده معايا، وبنستخدمها كأنها بالضبط زي الطبيعية. معانا لعمل الملوخية توم مفروم، كزبرة جافة مطحونة، ملح، ومرقة الدجاج. هذه تكون محضرة من قبل؟ محضرة. عندك فرخة، عندك أي نوع من أنواع الطيور، أو يعني هي بتبقى أطعم بالفراخ، بتجهزيها بتتسلق وبتاخدي المرقة بتاعتها بتقدري تشتغلي. يعني نغليوها نغليو الجاج مع الماء كما الأطباق عادي، يعني ماء وملح. تحط معاها طبعا التوابل بتاعتها، الورق اللوريا، الحبهان، المستكة، بتدي طعم كويس للشوربة، البصل، الحاجات دي بتطعم الشوربة بتبقى طعمها كويس. ومعانا كمان سمن أو زيت للتقلية اللي بنقول عليها الطشة المصرية. تمام، كما راكم تشوفوا مكونات، يعني ما كاش مكونات بزاف، يعني أي جزائرية تقدر تحضر هذا الطبق لأنه ما كاش مكونات بزاف، ما تاخدش وقت، مكوناتها بسيطة وفي نفس الوقت خفيفة. يعني هي بتبقى كمان من الأكلات المحببة جدا لينا في رمضان، لأن الواحد بيبقى بعد صيام بمحتاج برضو أكلة خفيفة، خصوصا لو كان رمضان بيبقى في الصيف. بالظبط، كما احنا دوك رانا صايمين ورانا نشموا في الريحه انا متجهين باش ندوق الملوخيه. اهلا وسهلا بالهنا والشفا. الله يخليك. هنبتدي بتوضيب المقادير بتاعتنا. هيتفرم الثوم مع الكزبره مع السمنه على النار، بنقليها. احنا اول هنبتدي بان احنا بنحط الملوخيه مع المرقه على النار. يعني اول حاجه نحطوا مرقه المرقه بتنزل فيها الملوخيه، بفكها فك الملوخيه بالظبط. بعدين واش دو ورقه وستيلو بنقل الملوخيه وسط المرقه. ايوه، نقلبش كتير قوي علشان ما تسقطش مني. تلاقي الملوخيه فصلت، بقلب بهدوء لغاية ما أحس إنها انسجمت مع المرقة بتاعتها وعلى نار، يعني مش هادية قوي، لكن ما بقلبش كتير علشان ما تسقطش مني، لأن الملوخية حساسة جدا. يعني لو ما تزبطش الطريقة بتاعتها تلاقيها وقعت، فصلت المرقة يعني بالليل والفوق والملوخية تحت. في الأثناء دي بنجهز الطشة بتاعتها. الطشة يعني اللي هي التقلية، بنقللها اللي هي بتدي الطعم الحلو للملوخية، الثوم مع الكزبرة لما بتحط والسمنة بتاعتها لما بتتحطيها عليها تلاقيها الريحة اللي انت بتعجبك والطعم الحلو. يعني الطشة هي نقليو ليزيبيس مع الزيت ونخليهم يتقلوا. التجميد بتاعها ابتدى يفك، بدأت تنسجم مع المرقة بتاعتي. يعني تتحضر على شكل انسوب. هي بالنسبة لنا ما بتعتبرش شوربة، بتعتبر خضار، نوع من أنواع الخضار. لا، باسكو احنا الملوخية تاعنا تاع شرق الجزائر تجي عقدة، تجي ثقيلة شوية. أتقل، لكن هذه تجي على شكل شوربة. يعني أنت تقدري تقولي عليها كده، لكن هي بالنسبة لنا احنا ده بيعتبر صنف من أصناف الخضار. تمام كده، احنا فكت معايا الملوخيه، بقت انسجمت واختلطت كويس بالمرقه بتاعتي. ببتدي اجهز لها الطشه بتاعتها. بالظبط، بنحط يلا
نبدأ بالثوم. بالسمنة. أحط السمنة بتاعتي. وبعد الثوم والكزبرة. بعد الثوم مع الكزبرة. أيوة. عندها ريحة خاصة. يعني كزبرة. كزبرة مطحونة. بس بنتعمل لها يعني زي نوع من ان احنا بنجففها شوية في الفرن عشان تطلع ريحتها. دي اهم حاجة في الملوخية انها بتدي الريحة والطعم بتاعها. خلا تتقلي. ايوة. او الكلمة اللي قلتيها لنا دوكا. طشة. طشة. هحفظ المشاهدين الكرام. الطشة هي تحلية. وهذه الملوخيه تكون حاضره في المائده الرمضانيه بالضبط. ونضيف لها الملح كطبق اساسي ونتغير الاطباق. لا بيتغير بس زي ما قلت لك انه بيبقى في الصيف لما بيجي رمضان اكتر في الصيف بيبقى محتاجه الاكل خفيف فالملوخيه بتعتبر من الاكلات الخفيفه وللواحد بيقدر بيحبها كمان يعني هي طبق مميز جدا لمائده مصر يعني. وفي اطباق اخرى رئيسيه لانه مثلا احنا العائلات الجزائريه في رمضان الطبله تاعنا لازم تكون طبق حاضر له الشوربه اسمه الشوربه والبوراك. هل نفس العاده احنا بالنسبه لنا الشوربه شوربه بتتغير كل يوم بس طبعا في اساسي عندنا اللي هي شوربه لسان العصفور دي شوربه حاجات مميزه يعني لازم تكون شوربه ولكن لما تكون مختلفه يعني بالظبط لان اللسان. مش صعب قوي ان انت تاخدي كل يوم نفس الشوربه نفس الشوربه بتزهقي فاحنا بننوع خلال الشهر بيبقى في اكتر من نوع. احنا ما نزهقش دايما الشوربه شوربه فريك ولا الحريره ولا لا ما انت مش بتزهقي انواع انواع بتغيري طبعا الواحد بيحب يغير في الشوربه السلطات طبعا اهم حاجه كمان في الطبق رمضان لا المخللات يعني احنا عندنا اي حاجه مخلله مثلا بتنجان جزر طماطم الحاجات دي كلها بتبقى اساسيه على مائده رمضان لان الواحد بيبقى بعد يوم صيام طويل بيبقى محتاج الحاجات اللي شويه فيها حدقه بتعوضه اللي فقده من سوائل طول اليوم فبيبقى معانا اساسي الطبق المخللات الرز طبعا الملوخيه لازم بيتقدم جنبها الرز الابيض بالشعريه ده اساسي او بالعيش البلدي المصري فاحنا ان شاء الله هنشوف على السفره معايا الحاجات دي كلها في كمان معانا اكلات كتير مختلفه يعني بتقدري في المطبخ المصري متنوع وغني باكلاته يعني في الحمام البط المحاشي طبعا احنا النهارده عاملين محشي الكرنب الملفوف فنقدر اي سيده جزائريه تقدر تعمله في بيتها ان شاء الله. بعد ما نحضر الطشه ما نحميهاش قوي علشان ما تتحرقش مني. الصوت ده دي بقى كده ملوخيه 10 على 10 يعني المصريه لو كانت ما تحصلش على هذا الصوت ملوخيه مش 10 على 10 يعني ده بياكد لك نجاح الملوخيه وان طعمها ان شاء الله هيبقى حلو على ذوقك يعني. الجزائريات لازم تسمعوا هذا الصوت مش تتاكدوا الملوخيه جبنين. بنزيد بقى الملح على ذوقك على حسب اللي بيحب الملح قد ايه بالظبط. بتاخد تقريبا كده يعني مش هقول اغليها لكن تطلع شويه عشان احس ان الخضار فيها استوى كويس وبقفل عليها على طول. بعد ما حطوها تمام بعد ما طلعت احنا قفلنا عليها وبنسيبها ما بنقلبش فيها تاني. شم الريحة ولا شم الريحة ونخليها ولا من نخليها قصدي بقى وناخدها بقى معانا هما ينقلوها لنا على السفرة يعني شم الريحة صحة وهنا لا ما بتضغطوهاش شوية يعني استنى شوية نروح لطبق تاني مش هنحضر الطبق هنعمل حلو مهلبية قمر الدين وده من الأطباق المشهورة جدا في مهلبية قمر الدين مشاهدنا الكرام حضرنا طبق الاول ملوخيه وطبق ثاني هنقدم مهلبيه قمر الدين ده صنف حلو وده مختص برمضان بس خاص غير شهر رمضان شهر رمضان ناكلوش غير في رمضان كما احنا عندنا حلويات خاصه في شهر رمضان هي ناكلوها بزاف في شهر رمضان كما قلب اللوز القطايف
الزلابية، وانتم هادو قمردين من قمردين والقطايف، هما الاثنين دول شهر رمضان بالظبط. تحضير مكونات ديالو عندنا قمر الدين اللي هو يعني المشمش المجفف ده، هو بيبقى بالشكل ده، احنا بنقطعه قطع صغيره وبيتنقع في الميه وبيديني النتيجه دي عشان اقدر بسهوله اعمله مهلبيه. عندنا المكونات الثانيه مايزينا، جوز الهند مبشور، فستق مطحون، سكر، والزبيب للتزيين. كما تشوفوا مكونات بسيطة وتحضيرها ثاني وتحضيرها أسهل. التحضير بسيط سهل قوي. بنحط المنقوع قمر الدين، بنحطه في الطنجره في المقبل باش يتحصلوا على هذا، لازم يتنقع في الميه يعني نقدر نقول مش اقل من 6 ساعات علشان ينعم ويقدري بسهوله تقدري تعمليه. بعد السكر طبعا بتحطي الذوق اللي انت بتحبيه، حلو قوي، متوسط، زي ما انت بتحبي. بعد السكر هنحط المايزينا، بنحط المايزينا بندوبها في ميه علشان مايزينا تقدر مايزينا مع شويه ميه صغيره علشان اقدر اربط بيها المهلبيه. ممكن طبعا الجوز الهند في بنحب نحطه جوه وفي بيبقى بس تزيين، فزي ما حد ست البيت بتحب، هي تحب مثلا يبقى جوه مخلط، نفس الحكايه بالنسبه للزبيب او اي نوع من المكسرات لو بتحب بتبقى في كتير، يعني يمكن عندنا الاطفال ما بيحبوش قوي المكسرات فبنفضل انها تبقى من فوق الوش، بلاش تبقى من جوه عشان نضمن انهم ياكلوها. نحطوها من الداخل ومن بره، نحط كل اثنين. ممكن لو حبينا اسرع شويه نضربه، نحطه على نار هاديه ونخلوه حتى يدوب لغايه ما يدوب بالظبط كده. احنا ممكن نسرع شويه لو احنا محتاجين نبقى اسرع شويه، ممكن بالهاند بلندر نقدر نضربه بحيث ان هو يمتزج بصوره اكتر. يعني شايفه كده قدامي معايا اختلط كانه جوز بالظبط. هنا معانا مقدار من الميه، بنضيف عليه المايزينا عشان نقدر نربط المهلبيه. ولا يعرف الحزن مطرح، بس نضيف شويه، هنقول هنضيف شويه زبيب دول مع وشويه من جوز الهند، وبعدين نضيف قلب بس بنضيف بهدوء عشان ما تكلكعش مني، ما تعملش تكتل. ليالينا حبيبي بيبتدي يتخن معايا قمر الدين، المهلبيه بتتقل، يبتدي يتقل بالظبط، بسيبها شويه لغايه ما يستوي، احس ان المايزينا استوت وطعمها راح خالص من الجوز بالظبط. بقت معايا بنحطها الصب في طبق، تسيبها تبرد، تتقدم متلجة متزين بالمكسرات أو أي حاجة أنتوا بتفضلوا، يعني بنسيبها شوية طبعا تهدى لكن تبرد، نقدر نحط لها الزينة بتاعتها. يمكن أكتر حاجة طبعا يعني في المتوفر في البيت، ولو إن يعني رمضان زي ما بنقول دايما بيبقى عامر بالخير كل حاجة بالظبط. مشاهدنا الكرام حضرنا الاطباق، يعطيكم الصحه، يعطيك الصحه شيف. الوقت المغرب مازال، نكملوا الدردشه تاعنا شويه باش نلحقوا الوقت الافطار. مدام نجله، استاذه ساره، تفضلوا معايا نقعد بره شويه.
إذا مشاهدينا الكرام ما زلت ساعة على وقت أذان المغرب والإفطار، السفرة راهي تتحضر، حنا نكملوا الدردشة مع حرم صفير والضيوف تاعنا. يعني تكلمنا مقبل على بعض الأطباق اللي تكون حاضرة في شهر رمضان، كاين أطباق ما تكرتوهمش، يعني الأطباق أخرى خاصة بالشعب المصري. المطبخ المصري غني بأطباق كتير قوي ومتنوع، حاجات كتير. يمكن أكتر حاجة برضو بتميز الشعب المصري الحمام بالفريك، يعني يمكن دي برضو من الأطباق اللي احنا بتميز بيها. حمام بالفريك، حمام محشي بالفريك. الفريكة عندكم الفريكة موجودة، بس ما عرفش إذا كان الحمام موجود في الجزائر ولا لأ، بس دي من الأطباق برضو اللي احنا بتميز بيها. الرز المعمر، دي عارفة الأطباق التقليدية واللي هي رز معمر، يعني نوع من الرز، الرز العادي المصري اللي احنا بنستخدمه، بيتعمل بالقشطة واللبن، بس بيتعمل في الفخار وبيدخل الفرن. ده برضو من الأطباق اللي هي خاصة بالريف المصري أكتر، يعني مشهورين بيها أكتر. احنا عندنا الفريك بنستعمله في الشوربة، الشربة اللي هي طبق رئيسي عند الجزائريين، نستعملوا الفريك سخطوا في الكل سخطوا المناطق الشرقية بيقولوا له، يعني الفريك يستعملوه في الشربة. بس احنا بنستخدم لا، الفريك احنا بالنسبة لنا استخدامه أكتر مع الحمام، بيتحشي بالحمام أو بيتعمل كطبق رئيسي برضو، يعني زي الرز، زي نوع من أنواع الرز. أطباق تانية عندنا برضو الطواجن، طواجن الخضار دي بتتعمل برضو في الفرن. مسقعة أشهر برضو من أشهر الأطباق المصرية اللي ممكن تاكليها على مائدة رمضان. يمكن أكتر رمضان بيتميز بالأطباق اللي هي نقول عليها تقليدية وبتبقى بتاخد شغل، لأن بنشتاق لها أكتر في سفرة رمضان. نروح للمدام سارة، يعني باعتبار أنه أول شهر رمضان رحت عشتوه هنا في الجزائر، في فرق ما بين، حسيت أنه في فرق بين رمضان في الجزائر وفي مصر؟ هو طبعا أدى أول رمضان ليا هنا في الجزائر، العادات والتقاليد يمكن مختلفة شوية عن مصر، بس أنا مستمتعة هنا أن أنا بتعرف على عادات وتقاليد شعب عربي شقيق، و بنشوف الأكلات التقليدية بتاعتكو برضو في العزومات برا، وطبعا مش حاسة باشتياق كبير لمصر، لأن يعني السيدة إلهام بتستضيفنا دايما وبتحرص على أننا يبقى في جو رمضاني يذكرنا دايما بجو الأسرة المصرية هنا في دار السكن وفي السفارة. الطبق اللي انت يعني اشتقتي له وما فاتت تكليف في مصر وهنا في الجزائر يعني ما قدرتوش، لانه لاحظنا انه مكونات بعض الاطباق مش متواجده هنا في الجزائر. صحيح، هو في بعض الاختلاف في الاطباق، بس يمكن اكتر حاجه انا يعني بفضلها في مصر وهي مش موجوده هنا بنفس الدرجه هي الملوخيه. متهيألي احنا يعني عليها قبل النهارده، ويعني طبق الملوخيه طبعا بفضله، كمان مشهور في مصر، بنحب الملوخيه بالارانب. والطبق يعني سبق وندقته طبق جزائري هنا في الجزائر؟ في الجزائر طبعا الكسكسي يعني اشهر حاجه دايما، هو الكسكس اكتر حاجه انا بفضلها. ويعني هل زرتوا مناطق سياحيه هنا في الجزائر؟ الحقيقه كان عندي فرصه كويسه ان انا اول ما جيت اخذت جوله في العاصمه الاول، رحت طبعا مقام الشهيد والمتاحف الخاصه بالمحاربين القدماء هنا في الجزائر، وبرا العاصمة الحقيقة قضيت، رحت تيبازا أكتر من مرة، مكان أكتر من رائع، والآثار الرومانية هناك، والقعدة حلوة، البحر والجو، فتيبازا الحقيقة مكان مفضل بالنسبة لي. شكرا. نروح لمدام نجلة باعتبارها عايشة جو إعلامي وصحافي هنا في الجزائر، كيف تشوفي توفقي ما بين العمل ديالك وما بين شهر رمضان وتحضيرات وهنا في الجزائر خاصة؟ هو العمل ما بيتعارضش مع شهر رمضان بالنسبة لي، عادي أنا بشتغل وأنا صايمة عادي، وبعدي شهر رمضان، بس طبعا أنا قاعدة لوحدي، بس بتعزم عند أسر جزائرية وعائلات جزائرية. بصراحة كرم الضيافة هنا رائع، أكتر من رائع. سيادة السفير وحرمه طبعا على طول بيعزموا الجالية المصرية اللي موجودة باستمرار في شهر رمضان. أنا ده تالت رمضان ليا هنا، وتاني رمضان مع مدام إلهام في السفارة المصرية.
والأطباق اللي تقدر تحضريهم هنا بمكونات سواء جزائرية ولا مصرية اللي يكونوا حاضرين؟ لا أنا طبعا بالنسبة لي أنا بحضر مكونات جزائرية بس أطباق مصرية، بس في حاجات طبعا مش متوفرة. طبعا زي الملوخية كل بيشتاق لها عندنا في مصر، المحشي بقى في أنواع محاشي كتير عندنا، كرومب وبتنجان وفلفل، دي برضو ما بشوفهاش. لكن باكل بقى أطباق جزائرية كتير مع الناس بقى لما بكون معزومة في بيوت جزائرية. يعني أعطينا قائمة باش احنا تاني نعزموكم على مائدة جزائرية، والأكلات اللي تفضلوا تاكلوها ولا اللي راكم حابين تتعرفوا عليها؟ والله أنا أكلت الكسكس عجبني. احنا الكسكس وطعم يكون تخيل ما يكونش حاضر في المائدة رمضان، يعني غالبا وانت كاين عائلات طيبوا لأنه شوية تخيل. الشخشوخة، شخشوخة تاني طبق تقليدي. أكلت نوع من أنواع الدولمة، أنا مش عارفة مش فاكرة اسمه إيه، كان خرشوف على حاجات معمولة باللحم وكده، كان برضو طعمها دولمة. طبعا الأوردوفر الخميس ده حاجة رائعة. يعني حاجات من السوق بتاعتكم زي الحريرة وكده، دي برضو البورك احنا والشوربة طبق رئيسي مع لحم الحلو. لحم الحلو هو يشبه شوية طبق اللي تكلمنا عليه اللي الخشاف. الخشاف. الخشاف احنا كنوع حلو او بتاخديه تفطري بيه، يعني في بيوت في مصر بتفطر عليه. انا اسرتي متعودين احنا نفطر على الخشاف في رمضان، لكن في ناس تانية بيوت تانية بتحب تفضلوا تاخده بعد الفطار. لا احنا نفطر عليه، يكون وشنو تكون معاه لحمة واللصوص تاعه تكون حلوة. حلوة. يعني احنا ندير لكم طبلة جزائرية ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام ما بقاش بزاف على وقت اذان المغرب، نروحوا نكملوا تحضير السفرة، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام دقائق، بقت غير 5 دقائق على أذان المغرب، انضم إلينا سعادة سفير جمهورية مصر العربية هنا في الجزائر. نشكرك على هذه الاستضافة هنا في مقر إقامتكم. اهلا وسهلا بكم على مائده رمضانيه مصريه، وان شاء الله يعني تقدروا من خلالها تتعرفوا على بعض النواحي الثقافيه الخاصه برمضان وبالاحتفالات الخاصه به ان شاء الله. احنا تعرفنا مع حرمكم على العادات وتقاليد الشعب المصري، ودرنا مقارنه صغيره ما بين عاداتنا وعادات المصريين في شهر رمضان. وشكرا، احنا نعود نشكركم مره اخرى على هذه الاستضافه. اهلا بك وشرفتونا. اهلا بك. مشاهدينا الكرام، الملوخية المصرية مختلفة تماما عن الملوخية الخاصة بالجزائر وبالمناطق الشرقية، عندها نكهة خاصة ونكهة يعني نكهة مصرية خاصة، ونقدر نقول عليها بنينة. وصحتكم، صحة فطركم. لا لا بنينة كما قلنا، بنينة يعني حلوة. حلوة. هو النوع ده من القطايف موجود في بلاد كتيرة، بس مش بس كحلو، يعني هو زي الكراب بس تقيل شوية، يعني موجود في كثرة في دول آسيا الوسطى، هما بيستخدموه بحجم أكبر وبعدين بيستخدموه مع الحادق والحلو. يعني في روسيا بالذات بشكل كبير جدا يعتبر حاجه من الاكلات الروسيه المشهوره هناك. مشهوره في روسيا. في روسيا. واحنا مشهوره في رمضان في مصر. بيبقى لما بقى الزيارات بالظبط، خصوصا ان احنا يعني عندنا مشهور طبعا مصر في رمضان مسلسلات، يعني رمضان بيبقى مفعم بالمسلسلات، كله بيتنافس ان انت يطلع كل احسن مسلسلات في رمضان. فبتلاقينا بقى يبقى هو الحلو قدام المسلسل مع القهوه او الشاي، ف
فدي من الحاجات برضو اللي على مائدة رمضان مميز بيها. مشاهدينا الكرام راح ندوق مهلا بيت قمر الدين. إذا مشاهدينا الكرام حضرنا أطباق وتعرفنا على أطباق ودقناهم، ونتمنى إنه الجزائريين يرام يشوفوا فينا يحضروا هذه الأطباق ويتعرفوا على نوع جديد من الأطباق الخاصة بالشعب المصري في شهر رمضان. معلي غن نشكركم على هذه الاستضافة والأطباق الشهية، وإن شاء الله رمضان كريم والعام الجاي إن شاء الله. الله أكرم، أنتوا أسعدتونا النهاردة وسعدنا بصحبتكم، وشكرا جزيلا على زيارتكم الكريمة. أهلا وسهلا، صحة فطوركم. صحة فطوركم، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بإذن الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام تعرفنا على عادات وتقاليد شعب مضياف وكريم، تعلمنا ثاني نطيب ونحضر أطباق مختلفة وشهية وخاصة بالشعب المصري في شهر رمضان. مالية غنقلكم انتظروني العدد القادم مع بلد جديد، عادات وتقاليد جديدة وطبق جديد. سلام.